تعرفوا اللي بعجبني في الكتاب المقدس واللي خلاني فعلا أتمسك بالكلمة، الكتاب المقدس مش بيتكلم بشكل عشوائي ولا افتراء، يعني بيتكلم بصحة وبدقة متناهية. مبتدئا في البدء خلق الله السماوات والأرض، وبعدين لما تم كل شيء في يسوع المسيح جاء في ملء الزمان. اللي بيعجبني في شخصية المسيح أنه شخص حازم، وأنه شخص مش بيتردد ولا بيقول إن شاء الله وبفكر معكم، أو تنزل عليه آية ولا تنزل فتوى تبرر موقف. يعني كل الكلام عم بيصير بصدق بأمانة بتسلسل بتناغم تام، وهذا إن دل على شيء بدل على صدق الله وبدل على صحة الكتاب المقدس، وأنه أنا بفضل وأسهل لإلي أن أؤمن بوجود الله من خلال كلمة الله ومن خلال شخص يسوع المسيح، وأنه هذا الكون لابد أن يكون له سبب، والنظام وكل الهندسة الكونية أكيد فيها مصمم. أنا بصلي من أجلك اليوم أن الرب يفتح ذهنك وتيجي إلى معرفة الرب يسوع المسيح. الرب يباركك، وإلى اللقاء.